الله يعطيكم العافيه. فيديو جديد داش راح فيه عن تمرين الكابل الوسط الفلاي عشان نقدر نحقق هذا التمرين. لازم ننزل الكابل لمستوى الصدر تقريبا زي هيك. طبعا انا ليش بحب الكابل في تمارين الفلاي، ما بحب الدمبل، يعني بفضل الكابل اكثر. ليش؟ لانه هلا انا زي ما انتم شايفين بعمل زي هيك. دمسة يكون جاي واحدة عشان اوضح لكم، انا وصلت لهون الوزن لوين ساحبني لهناك بهذا الشكل. فانا لما اوصل لهون للاخر لسه العضلة عم بتقاوم الوزن اللي عم بسحبني لهناك. فبهاي الحالة انا عم بستفيد من كل الموشن. لكن بالدمبلز مجرد ما وصلت لهون هاي الحركة من هون لهون حركة ميتة تجاه الدمبلز الاسفل مش لهناك. خليني افرجيكم التمرين. اولا دائما الوقفة بهذا الشكل، انا بفتح رجلي شوي بقوس بهذا الشكل، كتف لورا بهذا الشكل، بمسك وابدأ اسكر دائما ثانية بسيطة في الكوع، ما بصير تخلي الكوع مفرود على الاخر. ها، قدم خطوة لقدام، شايفين القبضة على مستوى الصدر، ما بصير قبضة تكون لفوق، حتأذي كوع، حتأذي مفصل الكتف لانه او اوتار الكتف. هاي زي ما انتم شايفين هيك بوسط قدام صدري، وبفتح على الاخر الكوع على مستوى الصدر، فما في خوف من الفتحة، ما بتأذيش الكتف. ها، الكتف لورا بحيث انه الصدر هو اللي يشتغل. انتوا عارفين بدي افرجيكم من الجنب بهذا الشكل، لو قدمت الكتف مجرد الحركة هاي لغت اداء الصدر بشكل كامل. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، شكرا لمتابعتكم، كان معاكم كابتن عمر.